النهارده جالي حالة بخبر حلو قوي من الحالات. الجميل ان هي يعني حبت تنقل التجربة بتاعتها، لان هي اتبهدلت ولفت كتير في مشكلة التشنج المهبلي وصعوبة انه يحصل علاقة. فالنهاردة جات لي جايبالي مامتها وقالت لي ان هي ما شاء الله بعد ما عملت الجلسات عندي ما شاء الله جابت بنتين حلوين زي القمر، وحياتها كلها استقرت الزوجية وخلفت وعندها احلى بنتين في الدنيا. حبينا ننقل التجربه بتاعتها. انا اولا يعني عاجزه عن الشكر ليها، ان هي ان هي يعني بجد الموضوع شويه يعني حساس، بس هي حبت ان هي تنقذ كل بيت بيتعرض للمشكله دي وتنقل التجربه اللي هي مرت بيها علشان ما حدش يمر بيها تاني، وتكون ربنا جعلها سبب من الاسباب انه ان هي يعني تساعد الناس على استمرار البيوت، وان التشنج المهبلي ليه علاج، لان في ناس كتيره للاسف وصلوا بعد الشر للطلاق والانفصال بسبب المشكله دي. ربنا يا رب يحفظ كل بيوتكم كده وبيوت الناس كلها. انا مثلا من 5 سنين كده قعدت سنة كاملة ما فيش أي حاجة، يعني العلاقة ما بتحصلش نهائي، في تشنجات. وقعدت أدور بقى ودكاترة نسا كتير وعلاج كتير وحاجات كتير قوي، قعدت ألف في الموضوع ده سنة كاملة لحد ما قعدت أدور على النت كده قابلت الدكتورة رانيا بالصدفة الكلام عليها، فجيت يا دوبك الحمد لله 3 جلسات وبقيت كويسة جدا الحمد لله، وجبت بنتين دلوقتي. يعني هطول من تاني شهر على طول الجلسات، انا عملتها مثلا اخر الشهر، تاني شهر على طول كنت حامل 9 شهور وجبت مكة. ربنا يخليها لك ويا رب يشفي كل الناس. وعايزين نقول للناس اللي عندهم تشنج مهبلي ده حاجه يعني هو مرض، كنت بحسب ان هو اصلا ملوش علاج، يعني لان انا لفيت كتير بحسب ملوش علاج، لدرجه ان انا كنت باخد منومات باخد حاجات كتير قوي ومفيش ولا حاجه منها جابت نتيجه، لحد بقى الحمد لله توصلت. ما كنتش مصدقه لعلمك مع اول جلسه برضو عملتها ما كنتش متوقعه ان انا هخف، لحد ما تالت جلسه لقيت نفسي ايه ده ما شاء الله خلصت بقيت طبيعيه زي الناس. الحمد لله. عايزين ندي نبذه، هنقلب الموبايل بقى صوريني انت. عايزين ندي نبذه للناس بسرعه يعني ايه تشنج مهبلي. التشنج المهبلي ده بيبقى عباره عن تشنج في عضلات الحوض وعضله المهبل بتمنع ان يحصل علاقه زوجيه. احنا بنشتغل على عضلات الحوض وعضله المهبل، وهما بيبقوا 3 جلسات. دايما بقول صعوبه المشكله دي في ان انت توصل مين الدكتور اللي بيعالجها، مين المتخصص في علاجها. طبعا هو تخصصنا، لان المشكله بتبقى مشكله في عضلات الحوض وبتبقى في عضله المهبل. فالمشكله ما بنعمل جلسات بنرخي عضلات جدار الحوض كلها، مش بنرخيها، بنوصلها للتون الطبيعي بتاعها، وبنعمل جلسات بجهاز جاي من الاتحاد الاوروبي بيدخل على درجه التشنج وبيدينا قرايه لدرجه الانقباض ودرجه الانبساط، فده بيخلينا بفضل الله بنبقى متاكدين جدا من النتائج. انا النهارده كنت سعيده جدا بالحاله دي، ان هي قالت لي ان هي جابت توأم، جابت قصدي بنتين ورا بعض، وكان في حد قبل كده من العراق بعت لي صوره التوأم اللي جابوهم. فدي من الحالات اللي بتسعدني انه مش بس مجرد علاج، احنا 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 الحمد لله كنا سبب في ان اسره تكمل حياتها ونلم شمل العيله. بشكرك جدا 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 على الكلام الحلو. بشكرك والله، ربنا يخليكي. بصي على الفيديو بقى.